بعد نجاح الحملة الصيفية لوزارة السياحة أهلا بهالطلة، ومن بعد ما استقطب لبنان أكثر من 1.5 مليون سايح خلال الصيف، أطلقت الوزارة حملة السياحة الشتوية تعنعيدها على الشتوية، حملة بتدعي اللبنانيين المغتربين والسواح ليزوروا لبنان، يستمتعوا بموسم الأعياد والاحتفالات وموسم التزلج اللي بيشتهر فيه لبنان والسهر واللقمة الطيبة. ونحن اليوم رح نضوي على المواقع السياحية الميلادية اللي استقطبت اللبنانيين والسواح بهالأعياد. جاي تعيدوا معنا السنة؟ عيدوها على الشتوية. يلا تعا يا زلمة قبل ما يدوب التلجات، شو بس على الصيفية؟ أيس مشتاقلك بدي يلعب معك، ما اشتقت له؟ يا تيتا أنا اشتقت لك، تعا بدي شوفك، يا تقبرني أنت، ايد على الشتوية يا ستي. هيدي الشتوية ببيروت عدوها. ليك ليك شو عم بيروح عليك. تشيرز. عيدو. وسط الأناشيد الميلادية احتفلت بيروت بالأعياد. منصة بيروتتنا أخذت على عاتقها إعادة النبض لوسط المدينة، وأحيت حفلات بيروت ترنم وسلسلة من النشاطات الترفيهية اللي استقطبت الزوار من كل المناطق. العالم عم سافر لبرا وعم مرشد هوال، عم نعمل هون شيء منشجع الناس والمطاعم اللي فاتحين كوسكات واللي عندهم محلات، وهيك منشجع بعضنا ومنحس كلنا بالعيد، العالم تنبسط. أسواق ميلادية عجقة وعالم عم تحتفل بشوارع بيروت العريقة، والأهم إنه رجعت هالعاصمة الثقافية تجذب أهم الماركات العالمية. هالمدينة اللي بتختلف عن مدن الشرق بجمالها ورقتها، واللي صنفت من أقدم وأجمل المدن بالعالم، وهذا بيرجع لشوارعها ومبانيها التاريخية يلي بعدها محافظة على جمالها الهندسي. واليوم رجع قلب بيروت ينبض بالحياة، ورجعت أسواقها مقصد لأهم الموضة العالمية. يمكن نحن ضوينا على بعض المحلات يلي فتحت بوابها وزينت واجهاتها ورجعت تستقبل محبي الموضة، بس بخبركن إنه أغلب المحلات رجعت استثمرت، وقريباً بيرجع الوسط التجاري من أهم الأسواق العالمية ورح يرجع أجمل وأحسن من ما كان. وهيدي البترون يلي ساطع نجمه وعم تنقل كل الاجواء الايجابيه. احتفالات واسواق ميلاديه رح بتدوم لـ8 كانون الثاني، وليلي بعد مزار البترون منخبره انه هيدي المشاهد هي نموذج صغير عن البترون يلي مضويه كل شوارعها القديمه وساحات كنايسها. حلو عم بيصير البترون، يا ريت بيصير بكل البلد بكل لبنان. بدي اعيد الجميع ثانك يو، التقينا فيكم بالصدفه، بس شغله حلوه لانه يعني هالرساله وهالكلمتين الحلوين، حبوا بعض احلى شيء المحبه. وبكل زاويه في عجقه وعالم، مطاعم ومحلات تجاريه وبيوت ضيافه، يعني البترون هي منطقه سياحيه ميلاديه بامتياز.
والزائر أو السايح بيعيش العيد بأجمل الأوقات، بيتعشى وبكف السهرة وبيحمل معه أجمل الذكريات يلي أكيد رح ترجعه مرة تانية على البترون. نحن تستوحينا فكرة الترامواي باترون من الجولدن ايجز تبع لبنان. نحن جربنا ناخد من كل بلد بلا معين، وكل بلاياتنا they are very special، حتى الدرينكس والكوكتيلز عنا they are special، مع انه نحن فتحنا بالصيف بس صرنا كتير معروفين ببارت السهر. و at the same time هلأ عم نفتح لانش ودينر، كمان الناس عم تجي تتغدى وتعشى عنا، وأهلا وسهلا بكل حدا بحب يزورنا بترامواي باترون. جبال مثل كل سنة عم تقاوم هالوضع الصعب اللي عم يقطع على لبنان، لأنه فعلا عم نقدم نموذج حلو، عم نقدم كل شيء فن راقي، لقمة طيبة، قعدة حلوة، في عندك كل أنواع السياحة لكل عشاق السياحة بكافة أنواعها وتكوينها وألوانها، وبالتالي أنا بدعي كل اللبنانيين المغتربين يزوروا هالمدينة الحلوة أثناء عيد الميلاد. وهيدي جبال يلي أدرجت من بين أهم المدن السياحية العربية عم تحتفل بعيد الميلاد. تضوت الشجرة بالشارع الروماني وأقيم سوق ميلادي على غرار كتير من المناطق اللبنانية. هيفتت العالم بهدف الترفيه وعيش جو العيد. والأهم أنه هالمدينة التاريخية جذبت على مر السنين محبي السهر واللقمة الطيبة. وبقلب هالمنطقة الأثرية بيوقع مطعم الديار يلي من أكثر من 20 سنة، وهو بيشهد على نمو المنطقة وازدهارها. الديار هو جزء من نشاط الديسانس، بيقدم لزواره الفرنش والإيطاليان كويزين، وهو معروف بالستيك المشوي على الفحم وأطباق كتير غيرها. بيقصدوه اللبنانيين والسواح ليتمتعوا بأجمل الأوقات على وقع الموسيقى اللي بتمزج بين الماضي والحاضر لجمالية وتاريخ هالموقع. وهيدا لبنان بالأعياد لابس حلة العيد وعم بيحتفل بعيد ميلاد المجيد. شجرة وزينة واحتفالات مش بس بالمناطق، كمان بالمراكز التجارية. بما أنه بيروت كانت وبعدها من أهم عواصم الأناقة، رح نضوي على أرقى وأهم مركز تجاري بلبنان. ما فيك تكون عم بتعيد بلبنان وما تزور الأبسي يلي هو من أهم عناوين التسوق بلبنان، وتحت عنوان Unwrap the Magic افتتحت الأبسي الموسم الميلادي. ومثل كل سنة ومثل ما عودتنا ومثل ما كلنا منعرف، الزينة هون هي من الأجمل بلبنان وبالمنطقة، وعيد الميلاد هون له نكهة خاصة. زينة وشجرة مصممة بكل حب ودقة، فرق عالمية ولبنانية وألعاب ترفيهية وغيرها كتير موجودة هون بفترة العيد. والأكيد والأهم إنه العيد بيترافق مع الهدايا والتياب جديد وظهرات حلوة مع الأصحاب والأحباب ولقمة طيبة. لهيك المراكز التجارية هي من أهم المرافق السياحية، لأنه صارت وسيلة جذب للسواح ولتشجيع الحركة السياحية، خاصة إذا كانت بتضم أرقى المحلات والعلامات التجارية، أهم المطاعم وأفخم دور السينما يلي كلها لابسة حلة العيد وناطرة الزوار ليقصدوها بهدف التسوق وليمضوا أجمل وأروع الأوقات. Better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa
like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just sent this. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Baby, baby, you'll be all my home in a big red bow. Santa, can you hear me? I have been so good this year, and all I want is one thing. Tell me my true love is here. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Santa, that's my only wish this year. Oh, yeah. Christmas Eve, I just can't sleep. Would I be wrong for taking a peek? 'Cause I heard that you're coming to town. ما شفنا الأبسي رح نزور بيروت سيدي سنتر يلي بدوره احتفل بالأعياد مثل حال كل المراكز التجارية بلبنان، ورح نقصد محلات بليني يلي هي موجودة ببيروت سيدي سنتر بأكثر من 10 فروع موزعين على الأراضي اللبنانية يلي هي بتتوزع بين كاسكادا مول، سانترو مول، سيتي مول، تريبولي، ديكويني، سايدا، سور، كاسليك وأنتلياس. وهيك منكون عملنا برمة صغيرة بلبنان وشفنا شو كان لبنان محضر بالأعياد بهالفترة الميلادية.